واحدة من اكثر مناطق بغداد اكتظاظا بالسكان والمتاعب في ان واحد مدينة الصدر حيث لا طرق معبدة ولا خدمات اساسية منذ عام 2003 والكلام على لسان سكان المدينة كل من وجهاء المدينة وسكانها خرجوا عن صمتهم وتحدثوا بلسان المتهكم عما قالوا انها وعود سياسية كاذبة بشان توفير الخدمات تسبق كل انتخابات برلمانية البطانيات ما اريدها اريد الحكي الصحيح واريد هذا الشعب تحشوني صحيح لان هذا الشعب اكو بيه انسان خير يشور اكو فقير بيه هسه هاي الجرحه تطلع الله وكيلك تبكي على حالها ال الشهيد ما داير الا بال عده واسطه تمشي شغلتي. لم نجني من الوعود شيئا ياتي السياسيون الينا قبيل الانتخابات فيزينوا لنا ما تم اهماله لسنوات ثم لا شيء، كما يقول السكان. يقول لك يا بني اطلع لك هذا الشارع، اجي اسوي لك مجاري، اجي اجر لك مي، اجي اجر لك كهرباء، تكون الكهرباء مقطعه مالتنا، كهرباء تبليط هاي تشوف بعينك. محلات هجرها اصحابها بسبب الاوضاع الاقتصاديه السيئه، واكوام النفايات باتت ظاهره اعتياديه في هذه المدينه. اما نصيب اغلب المنازل فهو الغرق بسبب تهالك شبكات المجاري. بينما لا يزال مرشحو الانتخابات المقبله يسعون لكسب اصوات الناخبين بالوعود. بس روح شوفوا المناطق شوف الجويه، شوفوا المي، شوفوا المجاري، شوفوا البيوت الغرقيت، زين وهي بدايه نقول نقول بدايه انتخابات راح تصير. وين الوعود مالتهم؟ وين الصحيح وين الصدق؟ ويتفضل. شوفوا هاي الحدائق، شوفوا هاي الزباله، شوف يعني ما ما صرنا اه نثق بالوعود لانه اكثر من مره تصير حمله انتخابيه من 2003 ولحد الان وهاي الوعود كلها بدون جدوى مجيء السياسيين الى مدينه الصدر مع اقتراب موعد الانتخابات وتوزيعهم هدايا رمزيه بدلا من الخدمات لن يغير شيئا من واقعها ولن يخفف من معاناه سكانها الذين اكدوا ان اساليب السياسيين لم تعد تنطلي عليهم